Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Today we are going to learn conversation between the teacher and the students part 2 inshallah. دخل المدرس الصف ووقف التلاميذ. سلم المدرس عليهم ثم جلسوا. دق حسن الباب وقال أنا آسف يا أستاذ أنا متأخر هل يمكن أن أدخل يا أستاذ؟ قال المدرس أدخل يا حسن أين كنت؟ لماذا تأخرت؟ كنت أتكلم مع المدير. حسنا، اجلس من فضلك. اسكتوا ولا تتكلموا أثناء الدرس. ما هو تاريخ اليوم؟ اليوم العاشر من شهر مارس. ارفع يدك أولا من فضلك. أنا آسف يا أستاذي. قم يا عمر، أي يوم هذا؟ اليوم يوم الأربعاء. يا أستاذ، في أي صفحة نحن؟ الصفحة 25. يا علي، اقرأ الشعر في الصفحة التالية. أخرجوا دفتركم واكتبوا الكلمات الجديدة فيه. هل فهمتم الدرس يا أولاد؟ أنا لم أفهم يا أستاذ، هل يمكن أن تشرح مرة أخرى؟ حسناً، استمعوا إلي جيداً. يا أستاذ، لدي سؤال. تفضل يا محمود. ما معنى كلمتي؟ إنها تعني هل لديكم سؤال آخر؟ لا، شكرا يا أستاذ. سأراكم الأسبوع القادم إن شاء الله. مع السلامة يا أستاذ. الآن المفردات. مدرس، مدرسون، teacher. تلميذ، تلاميذ، student. باب، أبواب، door. مدير، مديرون، principal. يد، أيد، hand. صفحة، صفحات، page. شعر، أشعار، poem. دفتر، دفاتر، notebook. كلمة، كلمات، word vocabulary. سؤال، أسئلة، question. معنى، معان، meaning. القادم، next. التالية، next. جيدا، well, nicely. مرة أخرى، one more time. آخر،
else another. آسف sorry. أولا firstly. أثناء during. متأخر late. من فضلك please. حسنا well okay all right. الآن أفعال verbs. دخل يدخل أدخل enter. وقف يقف قف stop stand up. سلم يسلم سلم greet. جلس يجلس اجلس sit. دق يدق أدقك knock. كان يكون كن be was. تأخر يتأخر تأخر be late. تكلم يتكلم تكلم talk. سكت يسكت أسكت be quiet. رفع يرفع ارفع raise. قام يقوم قم stand up. قرأ يقرأ اقرأ read. أخرج يخرج أخرج take out. فهم يفهم افهم understand. شرح يشرح اشرح explain. استمع يستمع استمع listen. أن رأى يرى رأ or رح see. That's all for today's lesson. See you next lesson, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.